في الخطوة واحد الأولي، قم بإزالة الغطاء من البخاخ في الخطوة اثنين الثانية قم بهز البخاخ جيدا لمدة خمس ثواني في الخطوة ثلاثة الثالثة أمسك البخاخ بقوة بوضع سبابتك أعلى الجهاز وإبهامك أسفل الجزء الفمي في الخطوة أربعة الرابعة أجلس مستقيما أو قف. الخطوة خمسة الخامسة أمل رأسك للخولف قليلا في الخطوة ستة السادسة تزفر بعيدا عن البخاخ في الخطوة سبعة السابعة ضع البخاخ في فمك أضغط على البخاخ وأبدأ في التنفس في نفس الوقت ثم قم بأخذ نفس بطيء وعميق الخطوة ثمانية الثامنة أحبس أنفاسك لمدة عشر ثواني أزفر ببطء من خلال فمك أو أنفك إذا كنت تحتاج إلى جرعة أخرى، كرر الخطوات من 2 إلى ثمانية بعد 30 ثانية. إذا كنت تستخدم دواء الكورتيكوستيرويد، تغسل فمك بعد أخذ كل جرعة.